السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أمر محير، أمر اللي حير ومحير يعني من هذه الاتحادية وحتى من المدرب المشرف هذا، وين المشرف اللي راه مؤقتا في المنتخب الوطني الجزائري، باش يكون على بالكم راه مؤقتا في المنتخب، الى كذا بالنيجر راه مؤقتا حتى يعنوا عليها. يمكن قدام قلت لك الى كذا بالنيجر تنلعبوا كونت النيجر، ولا قبل يعنوا عليها في الصفحات، يعني في الصفحات يعني الرسميه وفي الصفحه الرسميه تاع الاتحاديه الجزائريه وفي السيت الاتحاديه الجزائريه، يعني باش نعرفوا شكون هو المدرب. هذه رغم مرور اكثر من شهر ونصف على نهايه، خاطر عليه قال لك 30 ديسمبر، تما رانا في شهر من حيث شهر وزيد لها رانا 18 يوم، يعني شهر قول شهر 20 يوم رانا بدون مدرب. سبحان الله، يعني على نهايه عقد المدرب الجماب الماضي مع المنتخب الوطني، الا ان الفاف ولم تعلن بشكل رسمي عن تجديد عقده، وكأن هذا المنصب شاغر حاليا ومازال البحث عن من يشغله متواصل، ونحن من لم يبقى لنا كثير على عودة لخوض المباريات. يعني ما كاش كي تشوف انت في السيت تاع الاتحادية مازال ما عنوش عليها، انا نقول لكم بلي مازال ما سنياش، مازال ما سنياش. نتوما راكم الناس ساكتة عليها ومخلينا كيما هكا، عم يتبعوا في الهضرة تاع 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 الوزير نهار اللي كان علاه، ويتبعوا في الهضرة تاع زبيزة، ويتبعوا في الهضرة تاع عيبوط هذاك مكلب الإعلام. هذاك ينجم يدير، هذاك فريق يتحكم ينجم يكتبها، إلا صح تنجم ديرها تنجم تكتبها. هذه هي وين كما نعرفوا حنايا في جميع الدول وكل الاتحاديات الرياضيه، عندما تجدد عقد اي مدرب او توقيع مع مدرب جديد فانه تقوم يعني بالاعلان ذلك عبر موقعها الرسمي، وتقوم بنشر الخبر في مختلف حساباتها على موقع مواقع التواصل الاجتماعي. وعندنا في حاله يعني في حاله وين بالماضي لم يحدث هذا الأمر، في موقف عجيب جدا، موقف عجيب رغم حقنا احنا. سبحان الله، احنا كان يقول لك تاش دخلك، كيش دخلني كيش دخلني كيش دخلني، والله لا بصح يقول لك تاش دخلك، وانت اش دخلك تحوس عليا انا اش دخلني، انت كي تقول لي اش دخلك، انت واش دخلك باش تحوس عليا انا اش دخلني، وانت اش دخلك فانيك. انا جزائري مناصر منتخب وطني جزائري، هاك تشوف كيفاش. انا على هذيك راني نقول لكم بلي مدرب مؤقتا، راه مؤقت مدرب مؤقت ماشي مدرب، يعني نقولوا بلي مدرب هاكا راه واجد كلش. رئيس الفاف صرح بان بالماضي سيواصل في منصبه، وسمعنا بان الكوتش غير راضي عن بعض البنود العقد، وقيل بان تاخير الاعلان متعلق بحضوره لبلد فقط، ولكنه كان حاضر خلال بطولة الشان، ولم نشاهد لا خبر تجديده ولا صورة توقيعه ولا أي شيء متعلق بذلك. يوجد شيء لا نعلمه، ما تعلموش، أنا على بالنا شكاين، أنا على بالي شكاين، كاين أمور يعني وين النهار اللي قال لهم باللي العقد منا هي كي راح ذاك العلاه هذاك المستشار تاع الرئيس الجمهورية، وين العقد اللي كانوا دايرينو، العقد اللي كانوا دايرينو تاع 2026، يعني يعني ما كاش اهداف، كاين هدف واحد وهو تاهل كاس العالم 2026، وين هذاك العقد الغي، خاطش هو يعني تفاوض معاهم وخلاو له دراهم وعلى الدور التالي حاجه ما نقصت. بصح كي راح العلاه هذاك العلاه هذاك راح مستشار تاع الرئيس، كل شيء الغي، وعاودوا عقدوا خد اخر، نقصوا شويه نقصوا من ما زادوا اهداف
يعني زادوا اهداف وين حتى وين يعني في مباراه من المباريات قبل ان نوصلوا كاس افريقيا وتكون يعني يكون تعثر او تكون يعني في زوج مباريات على طريق ونشوفوا باللي الاداء مكاشي غادي يروح للباطوار. هذه هي اخويا دروك كان الاعلام الرئيس الاتحاديه او مكلف بالاعلام اش كان يقولنا اش كان يقول لكم انا على بالنا بلي ما كان والو يعني انا عارف اش كاين اش كان يقول لكم كان يقول لكم بلي يا ودي كي يجي قضيه تاع وقت وكي يجي للجزائر غادي نعنوا عليها بصح يعني قال لك يعني بان تاجيل الاعلان المتعلق بحضوره لبلد فقط باش يديروا تصاوير باش يمدوا الخمسه بعضهم بعض باش يردوا التريكو هكا يربط التريكو يتصور يتصور هكا بيسني هذه قانونيا قانونيا معمول بها قانونيا كيف مدرب انديه صغار انديه راهي هوات هنا في الجزائر انديه هوات راهم يجيبوا جوار ولا يجيبوا اونترينير يتصوروا معاه في الفيسبوك ويديروها أندية هوات أندية صغار أندية صغار اللي يتصوروا كاع عرفنا بلي أندية كاع الناس جابت دي زونترينر السينيغال مي بغات تعاود من قلت لك السينيغال بغات لا السينيغال عاود بانيك عاودوا داروا له هدف تاعو 2024 يعني كاع الناس نورمال عادي دروك حنا مدرب خازوني رانا نلعبو خازوني غميضة هذه غميضة نلعبو بها هاو مالكم عودي هاو عنو عليها ولا مكاش قولو مكاش ولا الخبزة تاعو كملت مع الجزائر تكمل مع المنتخب الوطني ويبقى جزائري على باش الناس تفهم بلي هذا الهضرة الناس اللي تهضر بها المدرب لقد انطلق إلى أوروبا المدرب يحاور في فلان في فلان مكاش مدرب مدرب ما سنياش في ليكيب ناسيونال تجي تقولي بلي راه يحاور في ليكيب شكون مع من راه يشوف برك راهم تكذبوا علينا كاين اتحاديه كاين سويزم كاين مستشار وكاين في السفارات الجزائريه هما اللي راهم في اتصالات مع اللعابه برك راهم تكذبوا على الغاشي ماشي كان اي مثال اي مثال نعطيكم حاجه صغيره ماشي كان يقولوا لكم ماشي كانوا يقولوا لكم بلي كي يجي قضيه تاع وقت حضوره يعني بحضوره سوف نعلن على الاخر جا وراح عاود جا عاود راح عاود جا عاود راح يا درا قام لكم لحقنا نقول لكم عليه كاع الناس اعلنت على المدربين تاعها انه اللعابه جددهم جايبينهم رجالي تخدم راه خويا رجالي تخدم رجال اللي لو باغيين يوصلوا يخدموا على بالكم بيا ولا ما بالكمش رجال اللي تخدم رجال اللي باغيين رجال راحت جاي تخدم وانتوما الله غالب انتوما راكم قاعدين راكم تشوفوا بها يعني ما كي راكم تشوفوا بها والله ماني عارفين كيفاش راكم تشوفوا بها والله ماني عارفين كاع والله العظيم نقول انا نلعبوا سيرك بيتهضر كان بيتهضر معايا يقول لك لا خلينا سريه سكري سكري هذا مدرب وفانيك في السويق مدرب بيتعنوا عليه سكري ولا قول انتوما ديروا العقد تاعو وحطوه في السيت وبالسيف عليكم تحطوه في السيت شو غادي الى سنيه الى سنيه نهار اللي يجي يسني لهم غادي يحطوها في السيت انا نقول لكم ما ولا ما حطوهاش في السيت راه مدرب مؤقت راه مدرب مؤقت يشوف المجموعه اللي عنده كي دايره انا نقول لكم راه مدرب مؤقت يا خويا والله ما نعرفتو ما راكم انتوما وقيلا تعرفوا انفرتين وقيلا ما علي تعرف انفرتين هما يدبروا يسالوا هذه يا جماعة اللي تعرف انفرتينو هما مدبريسان نتوما دبريسانكم يا عبدي اقولكم هاي عندكم ها نتوما راكم عارفين هذه هي ربي يسلط عليكم ناس كيما هكا مليح ربي يسلط عليكم هذا ربي راه مسلط عليكم ناس كيما هكا على بالكم بيا ولا ما على بالكمش باش ديروها مليح في ليسانكم هذه باش تركبوها مليح هذه هي اخويا تدخلكم مليح في ليسانكم هذه
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو باش ديما نكونوا معكم بالجديد، واللي مشي ابوني معنا وصحيتو خاوتي.